السلام عليكم الغزالات اخباركم لاباس عليكم شكون توحش هاد الكوزينه يقولوا لي شكون توحش ها معايا نتاع لي فلوغ مسكينه قتها الازمه من بعدي انا المهم نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير أه اليوم الحد شوفوا لا ماكياج مهم المهم درنا بالحاله شي شويه شحال هذه ما ماكيت وما زعما كان ما كنقادوا شحال هذه ما زعما ما درنا شي حاجه على الخاطر المهم أه البنات اليوم دابا تقريبا راه جوج ديال النهار انا كنت صايبت البرمانو ديال الطفيره ديال رجلي ما شاركتهمش شاركت في اليوتيوب شاركتهم في الانستغرام بزاف البنات تبارك الله ما شاء الله كانوا كيدخلوا كيسولوني فين صايبتيهم فين هذا فين هذا ودابا تقريبا راها شهر دابا من صايبتو شهر واحد بيرمانو ما عمري شفت فحالو صراحه الله غزال 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 بزاف غنشارك معكم اليوم اليوم غنمشي آه نحيدو لان الظفر بدا كيكبر وتبارك الله عند واحد الخدمه واحد لا وكاع صحاباتي اللي مشاو عندها كيشكروها وكيعاودو وبغيت نقررت انني نشارك معكم هي صراحه راه الصديقات ديالي شحال يعني ماشي, ماشي عاد كيف وخدمتها زويونه ومتوله وعلى حقها وطريقها وغنشاركها معكم نشارك معكم نهاري كيف يدوش شنو ندير فيه دابا تقريبا غير نص التالي نقدر انني نزيد نصور لغة غدا عاد نحط لكم فيديو مهم تمشيو فين خليكم معايا البنات بعدا واحد الحاجه قبل ما نمشي غنشارك معكم بعدا الطفيرات المهم نجلس هنايا فؤاد دابا فؤاد ما كيبغيش ينعس فوق الناموسي ولا كيبغي يفرش لي في الارض بحال هكا ويجلس مهم معنينا نحن نوريكم الطفيرات حاشاكم عزكم الله انتم ما هما الطفيرات فرحج لي من فوق ما عرفتش ومني شوفوا شوفوا تبارك الله في متاع... متاع ما في ميسيون تاع الضفر كيف طالعة ما عرفتش واضح معاكم ولا لا ولكن هم انتم ما بدك يطلع كامل بدو كي ايوه ايو صبيقات لي مسخر بيش كافيهم بدو كي ليك عد عاد اجي نكملهم لك واحد الحاجه عاوتاني كتفكرتها آه بزاف البنات آه دخلوا عندي الانستغرام غير واحد الاخت خلات آه خلات لي ميساج في... في اليوتيوب فانا غدا نجاوبها آه قالت لي آه عافاك فرداوس آه فين خدمتي الناموسيات ديالك وبشحال طاحوا عليك الثمن المهم آه نولي نصور لكم الناموسيات الناموسيات البنات هما هادو آه هما هادو هادو الصراحة الله الخدمه راها مفينية مزيان مزيان بنات بالنسبة بشحال تقامو عليا راه أنايا قومت كلشي راسي مكتوب خديتو ربعين درهم للمترو هاد الأونتيطاش هدا في الكري اختارت أنا الكري نتوما تقدرو تختارو يعني متوفر عند عند المحلات ولا بغيتو نشارك معكم المحل من خديتو ماشي مشكل وبالنسبة للخشب أنا خديت الرازي الخشب الخشب طاح عليا تقريبا شي ربعميه درهم بقات لي يد المعلم يعني يد المعلم هي اللي بقات لي وصراحه اللي صايب لي هادشي كان فايت صايب لي شي حويجات لواحد مهم واحد العمه ديالي دونك صايب معايا صراحه الله وتقدر نخلي لكم الرقم ديال التليفون ديالو والانستغرام ديالو نخليه لكم في صندوق الوصف باش تواصلوا معاه صراحه عنده خدمه غزاله 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 بزاف رسميته سميتو ادم يقدر يكون كيعرفوه الناس يعني معروف وخدمته صراحه زوينه زوينه بزاف وهذا الشيء اللي كاين يعني دونك انا انايا ما صراحه الله ما طاحش عليا غالي لان قلت لكم الثوب خديته ب 40 درهم للمتر خديت شي 4 متر والخشب شي 400 درهم ديال اللي دخلت لي خديت الخشب خديتو عند عند جمال اللي كيبيع الخشب يعني مشيت عندو نيشان خلاص هو جاري اون ليا كنشوف فيه هذا هو اللي كاين المعلم كي قلت لكم حسب غيدي وصافي وما طحش عليا بزاف صراحة الله هذا هو اللي كاين وهي اللهم مشيوا نشوفوا الصالون ونقدوا الطفيرات ونضرب الحالة اليوم اليوم غير نتاع نتاع راسي وصافي يا كفؤاد أه تمشي معايا اه اه <applause> <applause> البنات المهم انا جيت عند الكرام الصالون اليوم نشوف شنو عندي فد خيراس مو المهم معانا البنات هنا جيت للدار في مهم المهم صايبت هاد الكيكه سهله وخفيفه سبق لي شاركتها معكم المره اللي فاتت غير هي يعني كتبقى طريقه التزيين كتبقى شويه مختلفه كيفاش ما بغيتو تزينوها تزينوها الزينه راه كتجي لذيذه تزينتها بهاد الحبيبات ما عرفتش شنو سميتهم صراحة البنات اه كنا جبناهم مرجان بصح ما عرفتش سميتهم شنو هما مهم البنات هذا هو اللي كنا هاد الكيكه جداد لي شويه الصداع في الانستغرام اول غدا ليه مهم كانت عندي واحد الطلبيه نتا كيكات حتى هما غير هي نفس الكيكات اللي كنحضر معكم غير طريقه التزيين كتكون مختلفه شي شويه وصف البنات يعني سابق ليا محضره معكم قاعد الكيكات كاملين البنات محضراهم عندكم كل عندكم كلشي المقادير ديالهم بالتفصيل بالتفصيل في الفيديوهات السابقه صراحه ديال الكيكه ديال التمر والكركاع وهذه ديال سيترون وبودرة ديال اللوز كتجي دي هائلة هائلة واخترت انني نعمرها بالكريمة ديال سيترون كريم باتيسيغ وتقدروا تحضروها في الدار يعني مش حاجة صعيبة وعند ذاك الوقت انا استعملتها جاهزة وصافي وهاد اللعيبات هادو شوية نتاع حلوة فرومبواز شوكولا كركاع فيلي نتاع الجالاكسي مونغ كيوي وهادشي اللي كاين مهم شاركت معاكم هاد 3 ايام هادي نتاع 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 الاسبوع وهذا اخر الاسبوع اه اللي هو عاوتاني هنيك اليوم راح نشارك معكم من الويكاند اللي فات حتى لهذا الويكند عاد كتاب انني نمونط لكم الفيديو فسمحوا لي بزاف كان وعدكم وما كان فيش بالوعد هادو تاهما كوموند كانت طلبيه خدمتها في الدار وهذا الشيء اللي كان وغنشارك معكم واحد لي بات عجيبين عجيبين هائلين هنايا مشيت في للخدمة الخدمه مهم وجدت شي شي خربقات آه هاد المقادير غنشاركها معكم فيديو خاص خاص لانه واحد لي كي بات كيجيو بالدجاج بشابلوغ كيجيو واعرين 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 والبرو هو كيجي زوين بارميزون وموتزاريلا مهم داكشي كيجي يا سلام يا سلام وغنخليكم مع ال... صراحه ضحكني اي جواد ما يهضر بكثره اللذه نتاع الصوص ونتاع الباط و والتسبيله ديالو جا رائع رائع المهم انا ما غاديش لكم شنو دارت ولا شنو فعلت شنو تركت تا لكم شي فيديو خاص خاص وانا اللي بغيتو فيديو خاص خاص خصكم تكتبولي لي في التعاليق وهذا اللي كنا نخليكم مع ال...